خطوط الطوارئ كانت واضحة أنه هي مخصصة فقط للبنانيين، يعني ما بتستقبل غير لبنانيين سواء سوريين فلسطينيين أو عمال أجانب. لما عم نبرم على مراكز الإيواء عم يطلع معنا أنه حتى كمان المراكز الإيواء هاي للبنانيين هي غير مجهزة كفاية، يعني بعض المراكز هي ما فيها حمامات. أول نهار نزل غارة على الجنوب وبلشوا الناس يتهجروا، تحول هذا المكتب من شركة إنتاج لمكتب لتأمين المساعدات لكل الناس اللي تهجروا من الجنوب وناموا بالشارع أو بمدارس بمنطقة بيروت وقد ما فينا بمحيط بيروت. وبطبيعة الحال الدولة والأحزاب ما أمنوا ولا خط الطوارئ لحتى يستقبلوا العالم بطريقة منظمة وبطريقة يعني فيها تحفظ كرامة هؤلاء الناس اللي تهجروا. مراكز الإيواء تنقصها كتير أشياء، ولهيك نحن بلشنا عم نساعد العالم بمبادرات عم توصلنا، تبرعات عينية جزء منها شوي مادية. أول يوم كنا عم نغطي كل المساعدات من 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 مالنا الخاص أنا وأصدقائي بالشغل. بعدين صار رفقاتنا اللي بالدائرة الأوسع صاروا يبعثوا لنا مصاري أو يقدموا لنا كمان مساعدات أو هن يشتروا غراض ويجيبوا لنا إياها لنقدر نأمنها للناس. في عالم قاعدوا ببيوت مهجورة بدهم ينظفوا هيدا البيوت، بدهم يركبوا شبابيك، بدهم وشبابيك نايلون يعني ليحموا حالهم من الهواء ومن البرد. هلأ بلشت تشتي كمان. شو لي أصلا خمسة سنين ساهمنا بمساعدة إخلاء بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاء. فعلى سبيل المثال امبارح بعتنا 6 باصات على مخيم الرشيدية أخلوا عالم من المخيم. قعدنا في افتتاح مركز في طرابلس وبعتنا أيضا مساعدات عينية. يعني أصعب شيء لحالات الناس اللي قاعدة بالشارع ما عندها غاز لحتى تطبخ، ما عندها محل لحتى تتحمم لحتى تنام، حتى يعني بناموا بالشارع. نحن عم نعمل جزء من الشغل، الناس اللي عم يشتغلوا بالتوصيل كمان عم يعملوا جزء كتير كبير من الشغل. كانت الوسيلة إني أنا بسوق موتو وبعرف شوارع بيروت وأحياء كتير منيح، وبلشت من هون. يعني أنا لقيت إنه أنا فيني أكون مقاوم حتى بالتوصيل، لأنه مش كل الأماكن اللي إحنا عم نوصلها هي أماكن آمنة وخصوصاً بالضاحية، ولكن بروح بصير همك إنه أنت وصلت شفت العالم إنه أنت إيه دعمت صمودهم قاعدين هون، بتحس حالك كأنك أنت جزء من العالم اللي قاعد. إنه لما بترجع تطلع من المنطقة اللي هي خطر وفي فوقك العمكاء، أو مثلاً أنا صارت معي أكثر من مرة إنه أنا 3 مرات بتكون الغارات بالضاحية قريبة وانا يعني انفد منها مثلا، بتقول انه هل برجع بعملها ولا ما بعملها. كل مره بقول إن لا عم برجع بعملها من اول وجديد. المقاومه الشعبيه وتعزيز صمود الناس ومساعدتها وحفظ اكبر عدد ممكن من الارواح هو شيء اساسي.